إذا هذه هي الآثار أو شيء من الآثار. ننتقل الآن إلى ملاحظات أثناء دراستنا لصفة النزول لله جل في علاه. واحد، بوب الإمام اللالكائي بقوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا. شرح اعتقاد اهل السنة الجزء الثالث صفحة 81 و400. ومع ذلك فهذه النصوص الكثيرة التي ذكرها الحافظ اللالكائي منها الثابت ومنها الضعيف. إذن وعليك منها الثابت ومنها الضعيف. وقد قام شيخنا الألباني رحمه الله بتخريج شيء من ذلك في إرواء الغليل تحت حديث رقم 50 و400. إذن إخواني في الله، حديث النزول فقط الذين ذكرهم الحافظ اللالكائي بالإسناد من طريقه عن الصحابة، ولا نريد أن نتكلم عن من روى عن كل صحابي، فقط عن الصحابة، كل صحابي على حدة ذكر عن 20 من الصحابة. ولكن عند النظر في هذه الأسانيد منها الصحيح ومنها الضعيف، فهذا إن دل على استفاضة هذه النصوص. ولكن من قواعد أهل السنة أنهم لا يحتجون إلا بالصحيح، فبالتالي نقول استفاضة النصوص في ذكر صفة النزول لله جل في علاه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النزول. نعم، هذه هي الملاحظة الأولى. نكمل إن شاء الله الملاحظات التالية مع بداية درسنا القادم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.